فخامة الرولز رويس 2021. السيارة بالكامل تغيرت، وهذا الشكل كله كامل، كذلك الخلفية كاملة. الشيء الوحيد اللي ما تغير الشعار هذا والأمبريلا، فقط هذه الأشياء اللي ما تغيرت فيها. حتى الباب إذا كان مفتوح بزر من هنا ويتسكر الباب، حتى الباب الخلفي إذا تبغى تقفله بضغطة زر من هنا يتقفل معك. وبرضو عندك هنا، وإذا حبيت تفتحه تضغط ضغطة تدفه شوي، ومن بعدها تعلق عليه وهو ينفتح من نفسه. وهذا أكيد سقف النجوم، حتى وانت برا السيارة تعلق عليه يتسكر من نفسه. وهذه فخامة البريطاني.